ايه اكتر حاجة ممكن تشجع الشخص وهو نازل شغله الصبح؟ هو بيكون على حسب شخصيته الحاجة. أنا شخصيتي حاجة تشجعني، غيرك غيره، كل واحد ليه اتجاه. يعني في حد يقولك الفلوس، في حد يقولك التايتل، في حد يقولك أنا عايزة أوصل للمنصب الفلاني. كل واحد بيبقى له اتجاه، بيكون على حسب أهدافه، وأنا شايفة أن ده أهم حاجة في الموضوع النهاردة بصراحة. أنت بيجيلك ناس في عيادتك النفسية بيقولك إحنا تعبانين نفسيا من الشغل؟ نسبتهم قد ايه؟ لا، هو سنه اولى شغل تحديدا. سنه اولى شغل هي اكتر ال سنه اولى شغل. الصراعات بتبقى فيها عاليه، عارفه، بيبقى خارج من الجامعه داخل على الشغل عنده توقعات مش واقعيه. التوقعات ما بتبقاش واقعيه، ما بتبقاش الصوره الواقعيه، والتعامل مع الواقع فيها تفكير واقعي. لا، بيبقى في احلام، بيبقى في احلام يقظه عاليه، بيبقى متخيل ان هو خرج من الجامعه، انا هدخل هتقبل وهشتغل وهقبض وهبقى معايا التايتل وهوصل للمنصب بالراحه. كل حاجه بتيجي واحده واحده، فهي الفكره في كده. واحيانا بيكون الشاب او الشابه عندهم توتر عالي، فصراعات بيئة العمل في أول سنة بتزود التوتر، فبيبقى محتاج يتعامل بصورة أكتر يعني فيها هدوء، فيها واقعية أكتر شوية.